فاتقوا الله وأطيعون. فهذه الكلمة التي جذبت قلوب الناس إلى الإسلام وجمع الناس بالرسالة بلفظ الأخوة، ولم يقل إني رسول في بادئ الأمر، وإنما آنسهم بالأخوة. فالأخوة أنس وراحة وطمأنينة وهدوء، وهنا يبدأ الأمر. والأخ يعمل لإخوانه ويحقق لهم الأمل ويسير بهم إلى كل طريق وإلى كل الحياة. وجاء الإسلام، والإسلام على سنة السابقين، لم يكن بدعا من الأمر، وإنما هو مصدق لكل التشريع والمعاني ولكل الأخلاق والآداب ولكل ما تحبه البشرية وما تأمله. جاء الإسلام فبدأ العهد بالأخوة. مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطلق منها الإسلام، ويذكرنا الله بذلك. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد. هذا اجتماع كريم واجتماع يكون به الخير ومنه الخير، فما كان اجتماع في بيت من بيوت الله إلا وكانت هناك رحمة وهناك ذكر في الملأ الأعلى لهذا الاجتماع، لأنه في بيت من بيوت الله ونحن ضيوف على خالقنا، وحق على صاحب البيت أن يكرم ضيوفه. فمرحبا بكم في هذا المكان الطاهر العتيق وفي هذا المعهد العريق. مرحبا بك يا سيادة الرئيس، ومعك أخوك قبل أن يكون ضيفك. كان مع هذه البلاد في كل مواقفها ومراحل صعوبتها، فثبت جوهر أخوته. ومن هنا نبدأ بهذه القلوب الطاهرة، ونحن في بيت الله نأمل ونفرح ونحب أن يدوم ذلك. وما نقبل عليه من اجتماع الحكام في الدار البيضاء أو في الرباط في بلاد المغرب الشقيق هو خير لكل البلاد، ونسأل الله أن يجعله اجتماعا مرحوما، وأن يجعل قلوبهم سابقة لأبدانهم. وإن شاء الله ننتظر الخير الكثير. ونحن في الأزهر العظيم، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وفي آية وأنا ربكم فاعبدون. مرحبا بك يا ضيفنا الكبير وببلادك الكريمة،
ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه وأرنا الباطل باطلا فنجتنبه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا من الخير كله ما نعلمه وما لا نعلمه وما أنت به أعلم يا رب العالمين. اللهم اجمع حكامنا عليك، اللهم اجعل كلمتهم من أجلك، اللهم حقق بهم الأمل في سبيلك حتى تفرح بهم الأمة جميعا في كل بقعة من بقاع الدنيا. اللهم اجمعهم على دينك في كل أمر يأتمرون به وفي كل نهي ينهون عنه. وهكذا نختم بكل الإسلام وبكل الحب وبكل الوئام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا يرحمكم الله، استقيموا وسووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله ربنا لك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، كانت هذه شعائر صلاة الجمعة التي يؤديها الزعيمان الكبيران سيادة الرئيس محمد حسني مبارك وجلالة السلطان قابوس ابن سعيد سلطان عمان. وكانت خطبة الجمعة اليوم عن الأخوة الإسلامية وألقاها الشيخ إسماعيل صادق العدوي خطيب المسجد. أيها السادة المواطنون، نحييكم من الجامع الأزهر الشريف حيث نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة والتي حضرها الزعيمان الكبيران السيد الرئيس محمد حسني مبارك وجلالة السلطان قابوس بن سعيد. نحييكم من الجامع الأزهر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.